أحبطت أجهزة الأمن الأردنية محاولة تهريب أسلحة من داخل المملكة أو إلى داخل المملكة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية. وبحسب الوكالة فإن الأسلحة التي تمت مصادرتها كانت مرسلة من قبل جماعات مسلحة مدعومة من أحدى الدول إلى خلية داخل الأردن، وقد تم اعتقال أعضاء الخلية في أواخر مارس الماضي، وما زالت التحقيقات الجارية لكشف الجهات المتورطة بهذه العملية. من جهتها نفت حركة حماس التسريبات الإعلامية التي تشير إلى علاقة الحركة بالتخطيط لأعمال تخريبية داخل الأردن. وقالت الحركة في بيان لها إنه لا علاقة لها بأي أعمال تستهدف الأردن، وهي لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن سياستها تنحصر في مواجهة إسرائيل. وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدرين أمنيين أن فصائل مدعومة من إيران في سوريا أرسلت الأسلحة إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان في الأردن لها صلات بالجناح العسكري لحركة حماس. من عمان نرحب بمراسل المشهد عرار الشلول. أهلا بك عرار، لنقف معك على تفاصيل أكثر حول ما جاء على لسان الأجهزة الأمنية بخصوص هذه العملية وما تم ضبطه من الأسلحة. مالك، التفاصيل تقول إن ميليشيات موالية لطهران في سوريا حاولت تهريب الأسلحة إلى خلية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين في الأردن، وهو على علاقة مباشرة بالجناح العسكري في حركة حماس. هذا وفق ما رشح من أنباء لوكالة رويترز للأنباء من خلال مصادر أردنية محلية تحدثت عن أن المملكة أجهضت في نهاية آذار المنصرم محاولة ومؤامرة إيرانية لتهريب أسلحة إلى الأراضي الأردنية والقيام بأعمال تخريبية وتنفيذ أعمال تخريبية في البلاد. الهدف وفق هذه المصادر على ما نقلت الوكالة هو زعزعة استقرار البلاد وزعزعة الأمن الأردني. طبعا الأجهزة الأمنية تحركت بعد إحباط تلك المؤامرة الإيرانية ضد المملكة، ويعني اعتقلت مجموعة من الأشخاص الذين ثبت تورطهم في هذه المسألة، وتم العثور أيضا على مخبأ يوجد فيه العديد من الأسلحة والتابع لهذه الخلية. بعد جملة من الاعتقالات للمتورطين في هذه الخلية، تقوم هذه الخلية بإخفاء هذه الأسلحة في نقاط تسمى النقاط الميتة بعيدا عن المناطق السكانية، قد تكون خارج العاصمة عمان خارج المدن الرئيسية ربما، ويتم الوصول إليها من خلال أفراد هذه الجماعة بواسطة أجهزة تحديد الملاحة وأجهزة الجي بي اس. طبعا هذه المصادر الرواية التي نقلت على لسانها أكدتها الحكومة الأردنية من خلال مصادر لوكالة الأنباء الأردنية، وقالت إن الأسلحة اشتملت على بنادق وأسلحة كلاشينكوف وأيضا ألغام، وكذلك اشتملت على مجموعة من الصواريخ الكاتيوشا، وهي صواريخ تستخدم في الأعمال الحربية. طبعا مالك، هذا يتزامن مع دعوات إيرانية كانت من سواء من إيران أو من جماعات موالية لطهران خلال الأسابيع الماضية، ومع اشتداد بعض التظاهرات والتي رافقها عدد من الأعمال التخريبية داخل العاصمة عمان، إلى أن هذه الميليشيات أكدت أنها تقوم بتجهيز أكثر من 12 ألف مقاتل على الأراضي الأردنية وتزويدهم بالأسلحة والألغام لممارسة المقاومة من داخل الأراضي الأردنية. مالك، شكرا لك. من عمان مراسل المشهد عرار الشلول على جميع هذه التفاصيل.